يقولوا ما يطيح إلا الشاطر، تعيش وتاكل غيرها، لا في البال ولا على الخاطر، عليه وفيك يديرها. يقولوا ما يطيح إلا الشاطر، تعيش وتاكل غيرها، لا في البال ولا على الخاطر، عليه وفيك يديرها، عليه وفيك يديرها. مشاهدينا الكرام، تو قاعدين احنا قدام محل المنارة وشوية تبدأ الحلقة، وشباب المدري خشوا وحطوا الكاميرات الجوبرو. طبعا الأستاذ أحمد بغرارة عنده علم، هذا صاحب المركز صاحب المحل وعنده علم، ونحن لعبتنا في الموظف. إن شاء الله يا رب الحلقة تنال إعجابكم، شاهدونا إن شاء الله يا رب كل عام وأنتم طيبين. وهذا التليفون اللي حنديروا بيه المقلب. عليه وفيك يديرها. السلام عليكم. هاي شباب. السلام عليكم. تفضل. قلت لك شباب تاخذوا أجهزة مستعملة. لا ما شاء الله. ها؟ لا. هذه نت ولا شو؟ 4G. لا. يلا. لا هذا ما يجي، لا والله ما فيش فيه. ها لو هذا أنت صاحبه؟ ها؟ شوف سعره كم؟ ها شوفوه. شنو شاف؟ دوان يا غالي، بس نشوف لك بس شوف. جديد اللي هو في شنو؟ تعال بس برا البارح. هو ولد صاحبنا دي العملية في المستشفى وضر الفلوس وخلينا تليفون كنا عندي بيونا في الموضوع كله. قد يفهم كنت الموضوع حقا معي مركز انت فهمت حقق معك يا غالي. تجيب تليفون تليفون انا مش تليفونك تبعي مش تليفوني انت تليفوني مش تليفوني انا حر انت تبي تشريه ولا تبيش تشريه قصدي هذا هو موضوعي شنو مزعلك انت في الموضوع ولا تفرق انت في الناس ما فهمتش انا ايش فيك مرات انت واحده من حد جاري منك جديده والله يطلع مسروق الجهاز تمام مسروق الجاري تليفوني يرد لي ايش موضوع بكر تليفوني تاعي عليك على كثير الدنيا هذا هو الموضوع هذه القصه كلها اعطيني تليفون معش نبيع اعطيني تليفون بس على بالك بس انت حتى كانك واخذه من واحد هذا دفع لك فيه قيمه ولا دفعه لك لكن التليفون هذا ماهوش تليفونك يا سيدي تليفوني مش تليفوني انا حر اعطيني التليفون بتاعي انا تاعك انت تليفون لا ماهوش بتاعي اعطيني تليفوني انا انا ليش انت مالك يا ملك يا شاب يا شاب انت غير وسع لي بالك لا اله الا الله محمد رسول الله تليفون هذا موجود في القصه يا راجل تليفون اول حاجه خلفيه ماهيش خلفيتك يا شاب خلفية حط في باتة واحد يحط فيه يخته واحد يحط فيه حر انا حر اعطيني تليفوني انا اللي عايز لك اعطيني اياه ليش ما عندك يا غالي هذا التليفون كيف سياحيه ولا كيف يعني ايش ما تبي تحسبها احسبها يا طيب تليفون هذا مو تليفون الله ناخذ حاجه اخرى بدينا ناخذ مثلاً انت ما تطلع ولا ما فهمت تليفون يا شاب جبت تليفون قلت ابي علي هذه القصه
شنو التليفون؟ يا شايف لو قلت لك انا حتى قال لك انت واحد ما فهمش عيش سكرت الباب بس علي سكرت الباب انت بس خلي غادي بس سكرت الباب انت نحن سكر موسى انت عيش سكرت الباب سكر موسى ندو معاك ادي جوا ادي من بعيد انت تعال هنا خلك مشي غير انت فاهم ما كان خايف انت جو تمام سكر منطقة هذه سكر السرات يا شباب سكر السرات عندك حبته وتاخذ يا خالي شباب سكر انت معي صاحب محل انت فاهم شنو فيه لا يا اخوي سامحني انت رايح تاخذ انا زبون انا زبون شكلك محترم تمام تو هذا جبت التليفون عايز التليفون قلت له شوف لي نبيع فيه قال لي انت سارق حط روحك مكاني ترى جي هذي حبيبي خش هو هذا عنده شو انت التاريخ عشان تتوى حسيت كندويته قال هذا سارق ما سارق هذا واي هذا قال هذا ولا هذا قال يا شيخ تليفون اول ما هوش تليفونك كيف تقول سارق ما سارق الناس سارق التليفون مش تليفونك كيف؟ والله تليفونك يا لك عنه تكذب علي سارق فيه وراس العدو تطلع منه الموضوع ها سألتك بالله تطلع منه ما تطلع منه سارق كيف تسارق فيها؟ تعال من هنا يا حبيبي بس تعال من هنا يا حبيبي تعال اكي بس تعال اكي انت سرقت انت سرقت اه دقيقة اه بكيف 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 تليفون من بس وراني تليفون صورة صاحب المحل بس فهمني يا شباب اه اه احكي يا شباب دقيقة انت بدل هاتفيك تجيب دايل بيجوبك دقيقة فرقين لك انت معي بس غير بيجوب فرقين لك خليه بس خليه بس خليه ساكر كلم من هنيك كلم البحر رجع 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 ما في بيت تليفون شنو هذا تعال بس بشرك كيف من برا يا رجال يا اخي من برا كيف يا شباب تعال انا خليك ترن انت خليك ترن انت خليك ترن يا رجال خليك ترن انت على من ترن انت رن اي حد خليك ترن انا رن لك على الرقم يا راجل وسع والله صعب تليفونه رن لك عليه والله عليك وفيك ديرها رن عليه هو انت صعب الصعب يا ترى رن عليه رن عليه رن علي حسين رن علي رن علي اوكي رن بقول حاجه يا شباب رن علي صاحب التليفون لقضيتين يا معلم رصاحبك طلعت بس هذا فين سرقتي صح ولا والله سرقتي انا معك في بيت تليفون يا شباب كاميرات يشوفون فيه صاحبك سارق يا علي وجيت فين يا علي انت علي جاي من برا جاي من برا يا علي حول ولا قوه الا بالله هذه ضاعت هنا يا حبيبي دقيقه مرني حد تحاول تعال انا يا حبيبي دقيقه بس غير شويه انا ما في بيت تعال بس تعال برا تعال بيك برا شويه تعال هذا هو سرقني انت يا را سرقني هذا يا را والله سرقني يا را خلي تعال برا بس تعال بيك شويه يا راجل لا مش ما سرقتش تليفون ما هوش تليفون ما تليفون من هذا تليفون واحد نعرفوه يا غالي انا فاهم اللي جاي تو قال لي سرقته هو قال لي سرقته تعال احكي معك بتعال انا نحكي معك دير معي صاحب التليفون قول له صاحب التليفون قول له صاحب التليفون ما عادش نبي تليفون هنا بيه يا راجل شويه قول له صاحب التليفون تعال ما عادش نبي تليفون هنا عارف ان احنا كنا غلطانين في حقك وربي حقك تاخذه تالت ومتلت وفوق راسنا والله انت غلطت فيا انت سارق والله حقك عليك جبني سارق التليفون دقيقه يا شباب اه يا احمد تعالي في المحل دقيقه كلم احمد كلمهم كلهم حتى اصحابك كلمهم كلهم راه عادي راه تعالي في المحل يا احمد بس تو كلمهم سرقت انت ما سرقناكش انا عارف انا كاني انا غلطان وسرقت اوكي وربي الحق اللي تبيه خلاص الى فوق راسي تمام تمام كلمة صاحب الهواء صاحب التليفون كلمه صاحب التليفون كلمه معلم تليفون كلمه صاحب التليفون صاحب الرزق خلاص خليني عندك خلني هذا صاحب الرزق طلعت هنا صاحب الرزق تسلك فيا صح ولا لا صاحب طلع من جوبه طلع من جوبه صاحب جاي من برا يعني يا ابو انت بتصرف فيا انت بتصرف فيا يا ابو بتصرف فيا يا ابو صاحب الرزق والله مو عامله ترى ولا لا يا نجم صاحب الرزق محطوط في رزقي رزق هذا محطوط في رقبتي انا يا باي ترك يا شاف انت سرقتني يا راس رن رن عليه وكلم حكومه كلم حكومه ما عادش لي بيه تليفون ما تفحل فيا يا علي بك الان احنا سرقين وبنحنا سرقين صح ولا لا ترقم بعض يا راس ما عندي مشاكل يا راس
لا اله الا الله، قلنا لك حقك عندنا ثالث ومثلث، عندك حق تاخذه ثالث ومثلث. بس انا سوى تو شيء صاحب التليفون هذا يحكي على سواليف ويصير كل شيء قدامك بتسريع الفرقه ثانيه. وربي وربي نحن نطعو غلطانين، الحق اللي تبيه انت من الالف للياء حطه قدام الرجاله من الالف للياء. كلمه صاحب التليفون ثالثك بلاش خلاص كلمه حق التليفون كيف يا رب؟ اعطيني الميه رجل، شوف اعطيني الميه، عطي صاحبي مية حتى كسر رجلك، اعطونا مية الاشهر. مية وفقك علي راسنا هاك المية. وفقك علي راسنا علي يا احمد. اللي تبيها تاخذ عيوننا، انت اللي تبيها تاخذ عيوننا. ما عندكش محمد. رن علي احمد يا رب على الجاي يا رجل. يا شاب حتى سرقيني كرموا فيه، ما راح اعطي فيه في هدايا سوا. العظيم انت عندك عندي حق تاخذ الف للياء. تمام. فوق راسي. تمام. شو رايك في الكلام؟ ايه نطلع يا شاب اوكي. مش تلفون صاحبك هذا؟ اه. خلينا نطلع. لا لا شيء بيصير شيء اصبر لين يجي صاحب الرزق انا ويعاود جي صاحب التليفون مش تفاهموا. تأثر علينا بالدكاة يا رجل، ما تفتحش عليك. يا رجل ما تفتحش عليك. يا رجل ما تفتحش عليك. طيب تفتحش عليك. طيب وسع بالك. وسع بالك. وسع بالك. وسع بالك. صاحب التليفون قال لي ما يطلع. صاحب التليفون قال لي ما يطلع حتى. هيك تليفون. نو 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 نو. ده انت شو انت عايز تعرف وسط الكلام بس ولا كيف؟ وسط الكلام انا ما عنديش اي راي. يا رجل تجي تدور على سنتها يا رجل. غلط يا خالي، يا صاحب الرزق مقعد ابو جاي سامعك الرب والشوري. مش هذا يا شيخ صاحب الرزق. يا شباب فهمونا، ماني بدي معاه بس كلها تجي. قلنا لك صاحب الرزق تو جاي جمع السامحه، سامحك توكل على الله ما سامحكش. بيرن عليه ورا تخيل بسرعه خلتك بالله. عنده مشكله جاي. يعني قصدي نقعد لك انا عند معزمني على العشاء انت اليوم. ما يهمك شيء، قدرك عالي دق دق. قدرك عالي مسك علي سرانتي يا شباب عيب. وتعشى معنا انا. من شاف تليفونك انت؟ من شاف تليفونك؟ هذا موقف مني انا لك، جبت لك تليفون لعندك. انت جاي بريء تقول لي اشريه. بصبر معاك قلت لك خذ اشريه وخلاص يا شباب. كبر عنك انت. اطلقني خلي اروح. يا رب خلي اروح. صاحب المحل. ورا تخيل قول والله تقول لك خلي اروح. سالتك سالتك بالله سالتك بالله دير موقف. رن علي قول له تعال. سالتك بالله دير موقف. سالتك بالله والله يا شاب ما كان في المنظور. تعطيه تليفون ولا رن عليه انا. سالتك بالله. وسع بالك يا راجل، مشكلة يا راجل. تعال يا احمد. نو 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 كاميرا 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 حبيبي حبيبي يا غالي. هذه كاميرا خبية وهذه كاميرا خبية والله. ما نبي ندير حاجة، ما زدت عارف ماسك روحي، لكن خلاص عارف أباك يرن علي، أباك يرن علي يقول لي ثبت وأنا ما زدت نقدر. لأنه فيك يديرها. شباب شباب هذه طبعا هذه كاميرا خفية في شهر رمضان المبارك. اخوي احمد نذيعوها ولا ما نذيعوهاش؟ لا ما عندكش. قول لي مشيها يا فنان. مشيها يا فنان. مشيها يا فنان. محمد امال. اه عرفه. وانا احمد بغراره. احمد بغراره وسامه. وسامه كنت شباب كلهم عندهم علم راه، تقعد عندكم علم الا احمد. راهو اللعبه هذه فيها الحميده. اللعبه هذه فيها الشباب كلهم هذيك يعتبروا لك الشباب. لا سامحني يا حمادي. مشيها يا فنان. والله ما عندك شيء يا فنان. مشيها. مشيها يا فنان. تعيش وتاكل غيرها، لا في البال ولا على الخاطر، عليه وفيك يديرها. يا غالي يا غالي، انا تو كيف تعرفت عليك؟ قلت لي غالي يا رجل. كان غالي بال بس. عليه وفيك يديرها، عليه وفيك يديرها. انا هذا عمل انساني، هنا حنشوفه لك كيف يحس بطنه يا رب. خلاص انا معنى عندي خيله ويله. Tough man.